بينما يرفع البعض مشاهدينا ومستمعينا شعار كشرتنا هيبتنا، طبعا انتم عارفين مني بيحكي هذا الشعار، طبعا تكسيرة. تبقى الابتسامه، ابتسامه المرء دائما هي عنوان التفاؤل والامل في الحياه. اكيد طبعا، هي دلاله وعلامه ايضا على الرضا والاطمئنان والفرح ايضا. كما نحن طبعا فرحانين بشوفتكم ان شاء الله وبالاستماع الينا، لكن بعض المجتمعات ترى في الوجه البشوش تقليلا للهيبه ويقول لك دائما سك كشرتك. أيوة. انه يعني ليش مبتسم؟ طيب خلونا نشوف تجربه المجتمع الاردني مع الابتسامه ومن ثم اكيد الحديث بقية، ونشوف عماد العضايل اذا حيبتسم ولا لا بهذا. شوف عماد. اضحك كركر، اوعى تفكر، اوعى تفكر. اضحك كركر، اوعى تفكر، اوعى تفكر. حلوه الدنيا زي السكر. وهل ابقت الدنيا لنا شيئا لنضحك من اجله او لنضحك له؟ هذا رد معظم الاردنيين على كلمات هذه الاغنيه او على النصيحه المقدمه فيها. فالأوضاع المالية وظروف الناس وعجلة الحياة التي لا تدع أحدا في طريقها إلا وأخذته في دوامتها، كل هذا جعل من الأردنيين شعبا أقرب للعبوس أو ما يعرف بالكشرة، حتى باتت الكشرة سمة يضرب فيها المثل، مثل الكشرة هيبه والضحك عيبه، والله يسترنا من شرها الضحكة. من اول ما تنخلق بتمشي بالشارع بتلاقيهم كلهم مكشرين، بتضلك مكشر زيهم، لو انك بتنولد بتلاقي عالم تضحك، ممكن تضلك تضحك. انا هيك بتوقع. انا طبيعتي من يوم ما ربنا خلقني، الكشره هيبه بتظل الواحد، اما يظل يتصهون بالشوارع وهذا ميزانه يعني. صارت عندنا الكشره في البلد النموذجيه، لما تروح على جاهه او عرس او اي شيء لازم تخش مكشر. دخلت مكشر انت معناته الزلمه فهمان. علامه المسؤوليه. دخلت بتضحك معناته انت مش مكترث للعرس كله. هذا رأي الشارع إذن الذي انعكست على تقاسيم وجوه مارته أوضاع الحياة التي لا مكان للبسمة فيها. أما لرأي علم النفس تفسير علمي يرجع سبب العبوس هذا للعرف والتقليد ولضرورة حياء الأنثى دون داع لتبسمها، وأيضا للجينات المتوارثة من الأجداد. المجتمع العشائري والمجتمع القبلي والمجتمع الصحراوي الموجود عندنا هو سبب هذه الأمثال. الأمثال دائما وأبدا مستوحاة من العادات والتقاليد، مستوحاة من طبيعة الأشخاص ومن طبيعة الشخصيات الموجودة في المجتمع. فهذه الأمثلة تتداول لدينا بشكل كبير ولها مفاهيم كثيرة بسبب هذا الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، الجدية الأردنية وشعورنا بالمسؤولية الزايدة اللي هي الكشرة الشهامة. ابتسم فتبسمك في وجه أخيك صدقة، كلمات عل وعسى أن يتذكرها الوجه العبوس. إلا أن هذا لا ينفي بأن الشعب الأردني ليس مرحا، فادخل لأعماق الأردنيين لترى الابتسامة لو بعد حين. ابتسامة من القلب تقول إن الذي أجبر الوجه على الكشرة كشرة أكبر رسمت على ثغر الحياة. الكثير من الوجوه العابسة بدأت بها تقريري، أما الخاتمة فلا بد أن تنتهي بأكثر الوجوه كشرة. إذن وجهي أنا، وهذا ما يؤكده لي كل من رآني على الشاشة، فأنا عماد العضايلة حالي من حال الأردنيين، لا أضحك حتى للرغيف السخن، لكن المشاهد بمون، وهذه ابتسامة له من القلب. عماد العضايلة، MBC عمان. أسنان عماد طبعا بيشرب حليب ماعز دائما بالكرك، دائما بقول له شو سر اسنانك هالقد بيض، شو بتستخدم معجون اسنان؟ بحكي لي هذا بشرب حليب الماعز. حلوه ابتسامتك والمشاهد بمون، وان شاء الله دائما بنشوف ابتسامتك. بس ايش سرها على صدق هذه؟ انه ليه اهل الاردن دائما مكشرين؟
والله ما بعرف، هو وسيط يمكن طالع اكثر. بالعكس يعني يقول لك اذا شفت واحد مبتسم، لا لا هو عرف بس طبعا اهل الاردن ما شاء الله فيهم الخير والبركه. هي يمكن يقول لك اذا شفت واحد مبتسم في الاردن اعرف انه مو من اهل الاردن. صدق هو بقول لك، لا هو شوف شو بقول لك، بقول لك دائما انه هي الكشره هي هيبه، يعني هي وين ما تروح يعني اكشر عشان تطلع الهيبه. والبنت يعني مرات بعض الناس بيقراوا الابتسامه انها يعني مثل تصريح عبور مثلا، انه أكشر يعني أو ابتسمات أو كذا. إحنا طبعاً لازم نبتسم دائماً، لأن إحنا نبتسم بوجوه مشاهدينا وكذا. حتى يمكن أنت لما تكون طالع مش دائماً ماشي مبتسم وهيك، بس حنشوف شو قصة الابتسامة. حنشوف شو قصة الابتسامة وكيف ممكن نصنع الابتسامة مشاهدينا ومستمعينا. وأكيد لا ننسى ديننا الحنيف، فما أعظم ديناً جعل من الابتسامة حديث شري طبعاً. هو قال ابتسامتك في وجه أخيك صدقة.